بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وبهذه المناسبة الكريمة يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1416 هجرية عدداً من الموضوعات: وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد مر ذلك الشهر الكريم وانقضى رمضان وولى عنا، فوا حزناه على ذلك الشهر الذي تولى، ووا أسفا على رمضان الذي انقضى. ولكن السعيد من كان قد استودعه الأعمال الصالحة، والشقي من ضيع حق رمضان. وبعد انقضاء الشهر لنا وقفات نقفها في هذا الموقف حول رمضان الذي انقضى. الوقفة الأولى: من الذي استفاد من رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمغفرة الذنوب لهذه الأسباب الثلاثة، كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فمتى يحصل المغفرة والتكفير؟ قيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له وأصابها، سواء شعر بها أم لم يشعر. أما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه، فيترتب على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه. ومن نقص من العمل الذي عليه نقص له من الأجر بحسب نقصه، فلا يلومن إلا نفسه. الصلاة مكيال والصيام مكيال، فمن وفاها وفى الله له، ومن طفف فيهما فويل للمطففين. أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ إذا كان الويل لمن طفف في مكيال الدنيا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا الويل لمن طفف، فكيف حال الذي فرط بالكلية؟ كيف حال الذي لم يقم ولم يصم، وهم أعداد ممن ينتسبون إلى الإسلام؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ وقالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: قل آمين، فقلت آمين. من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، دعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله والطرد عنها.
لأن ذلك الشهر قد مر ولم يستفد منه، لأن ذلك الموسم العظيم قد حصل ولم ينهل منه، لم ينتهز الفرصة فتباً له. إذا كان لم ينتهز الفرصة العظيمة فهو لإهمال ما هو أدنى منها من باب أولى. إذا فرط في رمضان فتفريطه في غير رمضان من باب أولى، ولذلك أبعده الله، لأنه لا يستحق أجره ولا يستحق الرحمة ولا المغفرة. ولا شك أيها المسلمون أننا قد حصل منا تطفيف في الصيام والقيام، وقد حصل منا إخلال بآداب الصوم الواجبة والمستحبة، لقد حصل منا تفريط، وهذا ما يدفعنا للوقفة الثانية، وهي توبة المقصر في صيامه وصلاته والاستغفار عما مضى من الإخلال والتفريط في حق الله تعالى وحق ذلك الشهر الذي انقضى ولم نستفد منه كما ينبغي. الاستغفار هو الدعاء بالمغفرة، وقد جاء في حديث أبي هريرة: يغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن أبى؟ من الذي أبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. قال الحسن رحمه الله: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال واحد ممن مضى لولده: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلة. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعطف هذا على هذا مبينا أهميته. قال إبليس: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فإن كانت مجالس ذكر كان كالطابع عليها، وإن كانت مجالس لغو كانت كفارة لها، كان كفارة لما حصل فيها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرفع ما حصل من الخروق في الصيام باللغو والرفث. وقال بعض أهل العلم: إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع. كم تخرق من صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع، كم نرفو خروقه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان بعض السلف
إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم فكيف حال المسيئين؟ كيف حال المسيئين؟ أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، والتوبة حل عقدة الإصرار على الذنب، حل عقدة الإصرار على الذنب. فمن استغفر بلسانه وقلبه عن المعصية زالت، ومن كان عزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد رمضان ويعود فهذا صدقه غير موجود، وباب القبول عنه مسدود، وصومه عليه مردود، يصوم ويقوم ويتابع على المعاصي، كيف يكون ذلك؟ فالمهم إذن أيها المسلمون أن نكثر من الاستغفار بعد هذا الشهر، عل الله أن يتجاوز عنا إسرافنا وتفريطنا وما حصل منا من المعاصي والسيئات في ذلك الشهر الذي تعظم فيه السيئة لفضله وشرفه. وثالثاً، لقد مضت الأعمال والصيام والقيام والزكاة والصدقة وختم القرآن والدعاء والذكر وتفطير الصائم وأنواع البر التي حصلت والعمرة التي قام بها الكثير، لكن هل تقبلت أم لا؟ هل قبل العمل أم لا؟ يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعطي ويخشى أن لا يقبل منه، يتصدق ويخشى أن ترد عليه، يصوم ويقوم ويخشى أن لا يكتب له الأجر. قال بعض السلف: كانوا لقبول العمل أشد منهم اهتماماً بالعمل ذاته. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فغير المتقين ما هو حالهم؟ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لا أهتم بعدها، لأنه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. وقع عليهم الهم، وقع عليهم الهم، وليس وقعوا في المعاصي، وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. وكان بعض السلف يقول في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. فإذا فاته ما فاته من خير رمضان فأي شيء يدرك؟ ومن أدركه فيه الحرمان فماذا يصيب؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. أيها المسلمون، من علامات التقوى الامتناع عن الفسق بعد رمضان، الذي يخشى على عمله ولا يدري هل قبل منه أم لا يجتهد في العبادة ويواصل في الطاعة.
والذي يظن أنه قد عمل حسنات أمثال الجبال فلا يهمه بعد ذلك، ويقول عندي رصيد وساعة لربك وساعة لقلبك. وهذه هي الوقفة الرابعة، وهي المواصلة على العمل بعد رمضان، مواصلة الطاعة والعبادة بعد رمضان. عباد الله، عباد الله، إن الذي يتقي الله حق تقاته يواصل على الطاعة والعبادة. والله تعالى لما ذكر صفات المؤمنين لم يقيدها بوقت ولم يخصها بزمان، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون دائما، والذين هم عن اللغو معرضون، ليسوا معرضين في رمضان فقط، والذين هم للزكاة فاعلون، متى دار الحول يزكي في رمضان أو في غيره. وبعض الناس إذا حال الحول في رمضان زكى ويهمل الزكاة في الأموال التي يحول عليها الحول في غير رمضان، فانتبهوا لهذه المسألة. والذين هم لفروجهم حافظون، ليس في رمضان فقط، في غير رمضان أيضا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، دائما هكذا مشيهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هكذا هم في العادة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هم باستمرار يفعلون ذلك وليس قيام رمضان فقط. وهكذا من سائر صفات المؤمنين. والسبب أننا مطالبون بالعمل إلى الموت بأمر من الله تعالى مرسوم رسمه الرب، وأمر صدر من الرب. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. فلا بد من الصبر والمصابرة على الطاعة. وهذه وقفة مهمة جدا في قضية الاستمرار على الطاعة. ولعله لهذا السبب شرع لنا صيام الست من شوال بعد رمضان، حتى لا تنقطع العبادة الجميلة وهي عبادة الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هكذا يقول الله تعالى. وفي رواية: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية: فشهر بعشرة أشهر. وفي رواية: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. ستة في عشرة بستين، ستين يوم، ستون يوما هي شهران، مع الشهر الذي صمناه في عشرة بعشرة أشهر، فتمت السنة. وفضل الله عظيم، وكرمه واسع، وهباته مستمرة، وعطاؤه لا ينقطع، ولكن أين العاملون؟ فمن فعل هذا دائما فكأنما صام عمره. من كان كلما صام رمضان صام ستا من شوال، فإنه يكون قد صام العمر، له أجر صيام الدهر، له أجر صيام الدهر. والوقفة الخامسة أيها المسلمون، عدم الاغترار بما حصل من الطاعات. بعض الناس اجتهدوا فعلا، صاموا وحفظوا جوارحهم وختموا القرآن، وبعضهم أكثر من مرة، وعملوا عمرة في رمضان، وصلوا التراويح، صلوا قيام رمضان كله من أوله إلى آخره، لم يخرموا منه يوما أو ليلة، وفعلوا ما فعلوا من الصدقات، وقدموا ما قدموا، وجلسوا في المساجد من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد الصلاة يقرؤون القرآن، وقبل الصلاة ينتظرون الصلاة، حصلت عبادات كثيرة. لكن إذا كانت النفس سيئة، إذا كان الطبع متعفنا، فإن كثرة العبادة لا تنفع،
بل إن الشيطان يوسوس ويقول: لقد فعلت أشياء كثيرة وطاعات عظيمة، خرجت من رمضان بحسنات أمثال الجبال، أرصيدك في غاية الارتفاع، صحائف حسناتك مملوءة وكثيرة، فلا عليك بعد ذلك ما عملت. ويصاب بالغرور وبالعجب، وتمتلئ نفسه تيها وفخرا، ولكن آية من كتاب الله تمحو ذلك كله، وتوقفه عند حده، وتبين له حقيقة الأمر، وهي قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. أتمن على الله؟ أتظن أنك فعلت له هذه الأشياء تكون أنت قد قدمت له أشياء عظيمة تظنها كخدمة من خدمات البشر؟ ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الله بعملك، لا تفخر، لا تغتر، لا تصاب بالعجب، ولا تمنن تستكثر وتتخيل أن أعمالك كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة، لجاء يوم القيامة فرآه قليلا ضعيفا، لرآه حقيرا، لرأى عمله لا يساوي شيئا. فإنه لو قارنه بنعمة واحدة من النعم كنعمة البصر أو غيرها لصار هذا قليلا لا يساوي شيئا، لم يكد يعمل شيئا. ولذلك فإن الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم، وإنما يدخلونها برحمة الله تعالى. ليست الأعمال ثمنا للجنة، لكنها سبب لدخول الجنة، لكنها سبب. لا ندخل الجنة إلا بالأعمال الصالحة، الذي لم يعمل صالحا لا يدخل الجنة، فهي سبب لكنها ليست الثمن. فبدون رحمة الله الأعمال لا تؤهل لدخول الجنة، بل ولا تسديد نعمة، ولا تسديد حق نعمة واحدة من النعم. أيها المسلمون، ونذكر أيضا بأن الاستمرار في العبادة والطاعة وهضم النفس مع وجوبهما، فإن ذلك لا يعني أن يكلف الإنسان نفسه فوق ما يطيق. خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، حديث صحيح. وهنا وقفة سابعة، وهي أنه لا يشترط أن نكون في بعد رمضان كما كنا في رمضان، فنحن نعلم أن ذلك موسم عظيم لا يأتي بعده مثله إلى رمضان الذي بعده، لا يأتي بعده مثله، لا يأتي شهر فيه خيرات ومغفرة ورحمة وعتق كما في هذا الشهر الذي انصرم. فنحن لا نقول كونوا كما كنتم في رمضان من الاجتهاد، النفس لا تطيق ذلك، لكن لا للانقطاع عن الأعمال. الخطورة في الانقطاع يا عباد الله، لا بد من أخذ الأمور بواقعية. ليس من المطلوب أن نكون بعد رمضان مثل رمضان، كان ذلك شهر اجتهاد له وضع وظرف خاص، لكن الانقطاع عن الأعمال لا، ترك الصيام بالكلية لا، ترك القيام بالكلية لا، ترك ختم القرآن بالكلية لا، ترك الدعاء والذكر والصدقة والعمرة لا، استمروا على العمل وإن كان أقل مما كان في رمضان. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد مواصلا على عمله، لو أصابه عارض، لو مرض، لو سافر، يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وجاء في الحديث: إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه، حديث صحيح. إذن هذه من فوائد المواصلة على الطاعة والعبادة. أيها المسلمون، من الوقفات المهمة أن الاستمرار على الطاعة والعبادة سبب لحسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟
قال يوفقه لعمل قبل الموت ثم يقبضه عليه، فإذا كان من الصالحين كانت عبادته حسنة. وكذلك فإن عبادتنا لله تعالى في جميع الأوقات والأحيان، سواء في السراء أو الضراء، في رمضان أو في غير رمضان، في أوقات الرخاء والشدة، في أوقات المحنة والنعمة، إذا كانت مستمرة فإن الأجر يعظم. عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في وقت الفتن واختلاط الأمور أجرها كأجر المجاهد في سبيل الله تعالى، عندما لا يشجع الجو على العبادة، عندما يرجع كثير من الناس إلى فتورهم بعد رمضان، عندما تقوم أنت بالعبادة لا شك أن لك أجرا عظيما. عندما فتر الناس أنت نشط، عندما تقاعس الناس أنت قدمت، عندما تخلفوا أنت تقدمت. أيها المسلمون، إن هذا مفهوما، إن هنا مفهوما عظيما، وهي أن العبادة، إن العبادة هي أصل في حياتنا، إنها ليست قضية طارئة، إنها ليست قضية مؤقتة، إنها ليست قضية محددة بزمان أو مكان، إنها مستمرة. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ على طاعة الله تعالى. أيها المسلمون، من الوقفات العظيمة التي نقفها الوقفة الثامنة للذين دخلوا رمضان بالمعاصي وخرجوا بالمعاصي إنهم لم يستفيدوا شيئا. قال الله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه صفة المنافقين، وقد دخلوا أي عندك يا محمد بالكفر، يعني مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا من عندك والكفر كامن فيها، لم ينتفعوا بما سمعوا، لم يفد فيهم العلم، لم تنجع فيهم المواعظ والزواجر. فالذين دخلوا رمضان ثم خرجوا مثل ما كانوا قبل رمضان أو أسوأ تنطبق عليهم هذه الآية. دخلوا بالمعاصي وخرجوا بالمعاصي، بعد رمضان رجعوا إلى ما كانوا فيه من المنكرات، لم يستفيدوا من رمضان، رمضان لم يورث توبة عندهم ولا استغفارا ولا إقلاعا عن المعاصي ولا ندما على ما فات، لقد كانت محطة مؤقتة ثم رجعوا إلى ما كانوا فيه. هذه النفسية السيئة، هل عبدت الله حق عبادته؟ هل وفت حق الله؟ هل أطاعت الله أصلا؟ هذه مصيبة كبيرة، أن يعود شراب الخمور إلى خمورهم، ومتعاطو المخدرات إلى مخدراتهم، وأصحاب الزنا إلى الزنا، وأصحاب الربا إلى الربا، وأصحاب الفسق ومجالس اللغو إلى اللغو، أن يعود أصحاب السفريات المحرمة إلى السفريات المحرمة. هذه مصيبة والله كارثة، دخلوا بالمعاصي وخرجوا بالمعاصي، ما استفادوا شيئا أبدا. أيها المسلمون، بعض الناس يتصور أن ما حصل في رمضان كافي للتكفير عن سيئات الأحد عشر شهرا القادمة، ولذلك فهو يحمل على ما مضى ويعول على ما مضى، وكأن هذا باعتباره ونظره ما حصل منه كاف مستند يستند عليه ومتكئ يتكئ عليه لمعصية الله تعالى، وهو ما درى ربما رد على أعقابه ولم يقبل منه عمل واحد في رمضان. أيها المسلمون، وقفة تاسعة، مآسي ما بعد رمضان، نكتشف ما حصل من البلايا في رمضان. تفريط، هذا أكل مجاملة لكفار، دخل عليهم المكتب وهم يأكلون أكلوا معهم، وهذه حصلت، وهذا وقع على زوجته في نهار رمضان وانتهك حرمة الشهر الكريم بأسوأ مفطر من المفطرات، وعليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض وعذر حقيقي لا تلاعب فإنه يطعم 60 مسكينا. فكيف بمن زنى في رمضان وفعل الفاحشة في رمضان؟ من وطئ في قبل أو دبر حلال أو حرام لآدمي أو بهيمة لزمته الكفارة المغلظة. هذا كلام العلماء في من حصل له ذلك في نهار رمضان. قتل حوادث السيارات في العيد، الذين يخرجون متهورين لا تسعهم الفرحة، الفرحة بالمعصية، الفرحة بانقضاء موسم الطاعة، ماذا يكون حالهم؟
مآسي ما بعد رمضان. وعاشرا، يقول الناس لبعضهم بعض في العيد من العبارات التي يقولها العامة: من العايدين ومن الفائزين. هل تعلمون من هم الفائزون؟ قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، هؤلاء هم الفائزون. فالفوز الحقيقي الفوز في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن قبل عملهم في رمضان. اللهم تقبل ما حصل من العمل، واغفر لنا الخطأ والتقصير والزلل. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا، وتغفر بها ذنبنا، وترحم بها ميتنا، وتشفي بها مريضنا، وتقضي بها ديننا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجعلنا فيها بعد هذا الشهر الكريم خيرا مما كنا قبله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، رب الأرض والسماء، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أنه رسول الله حقا، والمبلغ عن الله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. عباد الله، لقد غادرنا رمضان وترك في قلوبنا شيئا من الحزن وغصه في النفس. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن جار، واذر الدموع نحيبا، وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائمي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى. كان هذا الشهر نورا بيننا يزهر حسنا، فاجعل اللهم عقباه نورا وحسنا. هذا شهر مبارك الذي نحن فيه أيضا، وهو شهر شوال، وعوضنا الله بأشياء به. تبتدئ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويأتي بعده موسم الحج بأشهر الحج، دلالة على الاستمرار في الطاعة، وحتى لا ينسى الناس العبادة. موسم عظيم بعد موسم عظيم. وفي هذا الشهر شهر شوال الست وقضاء الاعتكاف، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من شوال لما فاته الاعتكاف في رمضان، وربما كان يفوته في الغزو والجهاد. وهو شهر بناء ونكاح وإعفاف بالحلال. قالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، كما جاء في صحيح مسلم. أيها المسلمون، تذكروا بعض الأحكام الشرعية. من فاته شيء من رمضان كالمسافر والمريض والحائض والنفساء فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن كان الشهر 30 وأفطره لزمه 30، وإن كان 29 فأفطره لزمه 29، ويجوز أن يقضيه متتابعاً أو مفرقاً، وهذا هو الراجح، فإن الله لم يشترط التتابع، وإنما أطلق فقال: فعدة من أيام أخر. وتنبغي المبادرة إلى القضاء، والأولى أن يكون من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة.
ويجوز أن يؤخره حتى لا يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي بقيت، ولا يجوز تأخير القضاء أكثر من ذلك أبدا، ومن فعله فهو عاص، فهو عاص عليه التوبة والكفارة، كفارة التأخير. ولكن من أخر لعذر فليس عليه شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ومن شرع في صوم واجب كالقضاء أو الكفارة والنذر فلا بد له من إتمامه وليس مخيرا في الإفطار، ولا بد من نية لصيام القضاء من الليل. واعلموا رحمكم الله أن قضاء رمضان قبل الست، قبل صيام الست. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولو لم يكفي الشهر شهر شوال للقضاء والست يبدأ بالقضاء، يبدأ بالواجب، بل إن صيام الكفارة الواجب يقدم على الست. ولا قضاء للست بعد شوال، ولكن يصوم من ذي القعدة إذا لم يكفي الوقت لاستدراك ما يمكن استدراكه من الخير. والأفضل النية لصيام الست من الليل أحسن، خروجا من خلاف أهل العلم. ولكن من أصبح فصام في الصباح ونوى ولم يأكل شيئا فصيامه صحيح ونفله مقبول عند الله عز وجل. والصائم متطوعا يجوز له أن يفطر أثناء النهار، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت له هدية. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس، طعام من التمر والأقط والسمن. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، رواه مسلم. لكن إن سلمها للفقير لا يجوز له الرجوع فيها. فإذا حث النساء على القضاء، الحامل والمرضع كذلك الراجح عليهما القضاء فقط، أفطرتا عن نفسيهما أو ولديهما، وإن أطعمتا مع القضاء أحسن، لكن الراجح أن عليهما القضاء فقط كالمريض. وكذلك نذكر الذين لم يخرجوا كل الزكاة، بعضهم أخرج جزءا من الزكاة في رمضان، سارعوا بإخراج بقية الزكاة يرحمكم الله. وأخيرا نداء: يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود إليها بعد أن صرت حرا من رق الأوزار. أيبعدك مولاك من النار وأنت تتقرب منها؟ وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحد عنها؟ إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها، ورحمة الله واسعة. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المسلم؟ ونعم الله متوالية متعددة، فالحمد لله على نعمائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، كن مع المجاهدين، اجمع شملهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. دمر أعداء الدين، اكبتهم وزلزل الأرض من تحتهم، واجعلها عليهم سنية كسني يوسف. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا سائر الآثام والأوزار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة، ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة، فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله. شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره، عندما حملناه وسمعناه يهمهم
سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا، إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي: سبحان الله، لا تقول هذا مصاب، الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن، فجأة سكت. التفت إلى الخلف فإذا به رافع أصبع السبابة يتشهد، ثم انحنى رأسه. قفزت إلى الخلف، لمست يده، قلبه، أنفاسه، لا شيء، فارق الحياة. نظرت إليه طويلا، سقطت دمعة من عيني. أخبرت زميلي أنه قد مات. انطلق زميلي في البكاء، أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا إلى المستشفى، أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب. الكثير تأثروا، ذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على الجلوس حتى يصلى عليه. اتصل أحد الموظفين بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. كانت تلك القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة، وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين. حتى حلوى الأطفال كان لا ينساها، وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق. كان يرد عليه بقوله: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة النافعة، وإنني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها. يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق: كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج، تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه بكثرة فراغي وقلة معارفي، وكنت بعيداً عن الله. فلما صلينا على الشاب ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة، استقبلت أول أيام الدنيا، تبت إلى الله عسى أن يعفو عما سلف، وأن يثبتني على طاعته، وأن يختم لي بخير. شكر الله لأصحاب الفضيلة المشائخ على ما قدموا وجعله في موازين أعمالهم. هذا، ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية، وهي كما يلي: العتاق الأول، شريط قرآن. كيف نستقبل رمضان؟ للشيخ سعيد بن مسفر. حال السلف في رمضان، للشيخ عمر العيد. فتاوى وأحكام، للشيخ عبد الرحمن البراك. فضل الذكر في رمضان، للشيخ عبد الله السعد. الفائزون في رمضان، للشيخ إبراهيم الدويش. لماذا نخسر رمضان؟ للشيخ إبراهيم الدويش. هدايا للصائمين، غزوة بدر، للشيخ عبد الرحمن المحمود. تربية الأسرة من خلال شهر رمضان، للشيخ عبد العزيز الغيمشي. فرصة لا تعوض، للأخوين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي. وظائف المسلم في رمضان، لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة في رمضان، ندوة. شريط عن الصيام باللغة الأردية، شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية، شريط عن الصيام باللغة البنغالية، شريط عن الصيام باللغة التاميلية. عبادة القلب، للشيخ عبد الرحمن المحمود. العائدات إلى الله، مجموعة قصص.
كلنا ذوو خطأ، للشيخ علي القرني. إليك أيتها المسلمة، للشيخ عبد الرحمن الوهيبي. اللحظات الحاسمة عند الموت، للشيخ إبراهيم الفارس. من يحول بينك وبين التوبة، للشيخ عمر العيد. ولو ترى إذ وقفوا على النار، للشيخ سعيد بن مسفر. محرمات استهان بها كثير من الناس، للشيخ محمد المنجد. المحرومون، للشيخ إبراهيم الدويش. العشر الأواخر، للشيخ محمد الشنقيطي. عيدكم مبارك، إصدار عن العيد. عشر وقفات بعد رمضان، للشيخ محمد المنجد. بالإضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية، وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل، ومكتبة المطبخ الصوتية، وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11562.